وللحديث عن الموضوع معنا من بغداد السيد مصطفى سعدو، مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان. سيد مصطفى، أهلا وسهلا بك معنا. بداية، من خلال تقصيكم، هل لديكم أي إحصائيات عن أعداد الأطفال الذين حرموا من التعليم بسبب داعش والنزوح إلى أماكن أخرى، وأي أيضا المناطق التي حرمت فيها الفتيات أكثر من التعليم؟ يعني هي بعد عمليات التحرير ما زال تقريبا 2 مليون طفل لم يستطيعوا الذهاب الى المدارس، يعني في المناطق المحرره لاسباب عده، منها بعض البنى التحتيه والمدارس قد هدمت ولا تكفي المدارس المتبقيه لاستيعاب اعداد الطلاب والعميد. بالاضافه الى ذلك، من المشاكل الصحية اللي يعاني منها بعض الأطفال، حالة بعضهم في العام الدراسي 2017-2018، وقبل يومين أو يوم أمس في تقرير المرصد العراقي لحقوق الإنسان حذرنا من المشاكل الصحية قد تمنع في العام المقبل تقريبا 200 إلى 250 ألف تلميذ وطالب من الالتحاق بالمدارس، على اعتبار أن هناك أطفال بكرة أطرافهم ولم يستطيعوا الحصول على الأطراف الصناعية، قالوا يعانون من مشاكل نفسية تمنعهم أو تحول دون ذهابهم والتحاقهم بالمدارس. أما ما يخص الفتيات بالتحديد، فالوضع في بعض المناطق المحررة والمدارس أصبحت بعيدة، يعني بمسافة أكثر من 3-4-5 كيلومتر، و الاليه او توجد الخدمات المتوفره لنقل التلاميذ وصعوبه وصولهم الى تلك المدارس هي ايضا حاله دون تواجدهم او التحاقهم في المدارس. نعم. هي في محافظات الانبار وبينما محافظتين انبار ونينوى على اكثر، او هي المحافظتين الاكثر غياب للاطفال او عدم التحاقهم بالمدارس. بعد القضاء على داعش وتحرير المناطق، هل من خطط منهجية وضعت لإيجاد حلول لهذه المشكلة؟ يعني سأتحدث عن ما موجود على أرض الواقع وليس ما تنوي بعض المؤسسات الحكومية وغير الحكومية عليه. لو ذهبنا إلى محافظة النازحين في محافظة نينوى، يفضلون الان البقاء حتى نهايه العام الدراسي، يفضلون البقاء في المخيمات لكي لا يعودوا الى مناطقهم التي دمرت فيها المدارس ولم تعد المدارس المدارس الصالحه لاستيعاب الاطفال، غير قادره على استيعاب كل التلاميذ، فبالتالي هناك معوقات وتحديات وصعوبات كبيره تواجه الملف التعليم في العراق، وهي بكل تاكيد الملف الخدمي والبنى التحتيه. الكثير من المدارس هدمت على اعتبار ان تنظيم داعش كان يستخدمها اما اماكن لتدريب ما يسمى اشبال داعش، او استخدمها اثناء المعارك كمقرات مراكز قياده عملياته، او اماكن كان فيها اسلحه، فبالتالي اما قصفت او اما تعرضت للتدمير من قبل التنظيم. اليوم امام الحكومه العراقيه تحديات، لكن ليست التحديات الصعبه. عملت اعاده اعمار المدارس لا يحتاج الى ربما الاموال الكثيره، لكن هي قبل الحرب او قبل حزيران 2014 كان العراق يحتاج الى 20,000 مدرسه حتى يسد الحاجه ويتمكن الاطفال من التواجد، او عفوا التلاميذ والطلبه من التواجد في مدارس كافيه. اذا فماذا عن الان؟ شكرا جزيلا لك. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه من بغداد. حدثنا مصطفى سعدو، مدير المرصد العراقي لحقوق الانسان.